بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا وبناتنا طلبة وطالبات الصف الثاني الصناعي قسم تشغيل المعادن، أهلا ومرحبا بكم، ورجعت لكم تاني وحلقة جديدة ومادة جديدة. المادة المهمة جدا اللي بنربط فيها المعلومات المعرفية بالخبرات العملية. ليه؟ لأن احنا جايين النهاردة نشرح مع بعض مادة تكنولوجيا الخراطة. اسمكم قسم تشغيل معادن، وتشغيل المعادن أساسه الخراطة. المخرطة بتاعتنا خدنا قبل كده المخرطة اللي هي مخرطة الزومبا، ومخرطة الزومبا كان العمود بتاعها أفقي. خدنا قبل كده المخرطة الناسخة برضو عمودها أفقي. خدنا برضو المخرطة البرج الأفقية العامة واسمها أفقية، يعني العمود بتاعها أفقي. طب وجايلنا النهاردة مستر محمد تقول لنا إيه جديد؟ جايين النهاردة علشان نشرح مع بعض مخرطة رأسية. مخرطة رأسية؟ رأسية ازاي؟ انت كل مرة بتقول لنا مخرطة البرج الأفقية، مخرطة الزومبا، ودول العمود الرئيسي فيها عمود أفقي. العمود الأفقي ده علشان أنا بربط الشغلة بتاعتي على الظرف، ولما بربط الشغلة على الظرف، الظرف بتاعي بياخد حركة دورانية، وبعد كده القلم بتاع القطع بتاعي بيتحرك، ياخد عمق القطع، وبعد كده ياخد حركة التغذية. عمق القطع والتغذية دول اللي أنا هعمل بيهم عملية الخراطة. طب دول دلوقتي المحور بتاع المخرطة العادية محور أفقي. أنت بتقول لنا المخرطة الرأسية، المخرطة الرأسية دي هتبقى إزاي؟ طب قبل ما أقول لك إزاي، لازم أقول لك هي اتعملت ليه. تخيل كده أنت بتعمل عملية خراطة على المخرطة العادية، فأنت بتركب عمود على الظرف، والعمود ده بعد ما بتربطه باللقم بتاعة الظرف، إذا كان ظرف ثلاثي أو ظرف رباعي أو صينية أو أي طريقة من طرق التثبيت، انت دلوقتي وانت بتضغط بالقلم، فانت بتضغط دلوقتي على المحور الافقي اللي موجود عليه الشغلة. طب الشغلة دي حجمها صغير، حجمها متوسط، انما تخيل نفسك دلوقتي بتعمل شغلة بحجم موتور عربية. تخيل نفسك بتعمل شغلة في حجم حاجة قد قاعدة بتاعة عمود شايل كوبري، وعايز تعمل لها خراطة علشان هي اجزاء اسطوانية، عايز تعمل لها خراطة من الخارج او من الداخل. انت متخيل ان الجزء اللي انت بتعمل له خراطة ده، ان انت اصلا وانت عامل له عملية سبك داخل المسبك، ده اصلا اللي هيجيبه لك ويوديه لك جوه الورشة، كلارك او ونش شايله. ده هيبقى حجمه كبير جدا، هيبقى وزنه تقيل جدا، وبالتالي انا لو جبت الوزن التقيل ده وربطته على الظرف العادي اللي كان في المخرطة العادية، هيكسر الظرف ويكسر عمود الداخلي للظرف، هيكسر العمود بتاع الحركة الرئيسية اللي بينقل الحركة من التروس لغاية الظرف، هيكسرها بس لا، وحاجة كمان، الجزء الدوراني الاسطواني الكبير قوي اللي جه ونش شاله ده وحطهولك على المخرطة، لو افترضنا ان عندك ظرف يشيله او عمود يشيله وهو بيلف، هيخبط في المجاري الافقية بتاعة المخرطة، وبالتالي يبقى انت كده مش هتقدر تعمل عمليات الخراطة، العمليات الاسطوانية الاساسية اللي هي عملية الخراطة الطولية وعملية الخراطة الوجهية الداخلية والخارجية وعمليات الألوظات وعمليات التقب، اللي هتكون أكيد طالما موجودة في شغلة كبيرة لازم هتكون عمليات الخراطة دي بمقاسات كمان كبيرة. يبقى إذا لازم أستخدم حاجة تشيل، أو يكون جزء دوراني يشيل التقل ده ويشيل الأحجام والأبعاد الكبيرة جدا دي. طب هنعملها إزاي؟ بدل ما هخلي محور الحركة بتاعي محور أفقي، هخليه محور رأسي، والمحور الرأسي ده اللي هيكون عليه الظرف، يبقى الظرف كده بيدور حركة دورانية بس واقف على عمود أفقي. كده تبقى الأعمدة بتاعتي هتتحمل الأوزان الكبيرة، وهقدر أعمل عليها أقطار كبيرة، يبقى الشغلة بتاعتي دي هتبقى متثبتة على الظرف، ولكن العمود بتاعي عمود إيه؟ رأسي. عشان كده سميناها المخرطة الرأسية، المخرطة الرأسية. طب تعالى نشوف الأجزاء بتاعتنا بتاعت المخرطة شكلها إيه؟ نمرة واحد، المخرطة الرأسية دي دلوقتي أكيد هيبقى عندي الاستخدامات بتاعتها بتستخدم في الصناعات الهندسية لإنتاج الأجزاء الدورانية الثقيلة، تقيلة
وكبيره، وبتستخدم الانواع الثقيله منها في تشغيل المسبوكات الثقيله والحدافات والتروس الكبيره. يعني انا هستخدمها للحاجات التقيله والحاجات اللي ابعادها كبيره. طيب العمليات التي تجرى على المخرطة الرأسية، نمرة واحد ثقب رأسي وأفقي، يعني هقدر أعمل لها عملية ثقب رأسي وأعمل كمان ثقب أفقي، ده خدت الميزات الموجودة كمان في المخرطة الأفقية وزودت عليها. نمرة اتنين خرط داخلي وخارجي بطول الشغلة، يبقى أنا هنا هقدر أعمل خراطة داخلية وخراطة خارجية بطول الإيه؟ بطول الشغلة. نمرة ثلاثة خرط القورة اللي هي الخراطة الوجهية علشان أساوي الأسطح الأمامية والخلفية للشغلة بتاعتي. نمرة أربعة خرط مستوي داخلي وخارجي، زائد إن من أهم العمليات اللي أنا بقدر أعملها على المخارط هي عمليات الألوظة. طيب تعالى بعد كده نشوف الأجزاء الرئيسية. وأنا مستر محمد لو انطلب مني إن أنا أعمل رسم تنفيذي للأجزاء بتاعة المخرطة الرأسية، هرسم الرسمة اللي في الكتاب اللي شبه الكتالوج. طب هي الرسمة اللي في الكتاب سهلة، وأنا هوريك إزاي تقدر ترسمها بكل سهولة عن طريق إن أنت تعمل مجموعة مستطيلات، كل مستطيل هيمثل جزء من الأجزاء بتاعة المخرطة. طب تعالى كده مع بعض نشوف مع بعض. نمرة واحد أنا هرسم هنا العمود القائم الرئيسي، ده عمود رأسي وده عمود رأسي اللي هتتحرك عليهم معظم الأجزاء. نمرة اتنين عندي ده المجاري الأفقية، يبقى المجاري الأفقية دي هتتحرك على العمود الرأسي ده لأعلى والأسفل، وهقدر كمان إن أنا أركب عليها أي حاجة تتحرك لليمين والشمال، يبقى أنا كده خدت حركتين، حركة رأسية لأعلى والأسفل وحركة أفقية لليمين والإيه؟ والشمال. نمرة تلاتة المجاري الرأسية، ودي اللي هيبقى راكب معاها ايه؟ هيبقى راكب معاها الرأس القبضة، والرأس القبضة دي اللي بالظبط شبه المقلمة اللي موجودة في المخرطة الأفقية، اللي هو البرج اللي بنقول عليه برج أو مقلمة أو بنقول عليه ايه؟ حامل القلم. نمرة أربعة المنضدة، والمنضدة دي اللي هيكون خارج منها العمود اللي بنثبت عليه الصينية. الصينية دي يا أولاد موجود عليها مجاري زي ما انتم شايفين كده، مجاري حرف تي. المجاري الحرف تي دي ليه؟ الصينية دي متثبتة على عمود الحركة الرئيسي اللي هو العمود الرأسي. الصينية دي اللي هتبدأ تاخد الحركة الدورانية كده بشكل أفقي، وبالتالي الصينية دي أنا ممكن أستخدمها في عملية إن أنا أثبت عليها الشغلة. ده هناك أنا كنت بثبت على ظرف ثلاثي او ظرف رباعي او صينيه او بين زنبتين. طب الشغله مثلا نفترض الشغله بقى حجمها كبير، مش هقدر اجيب لها ظرف كبير عشان يمسكها من الخارج باللقم بتاعته، لا انا ممكن احط الشغله على الصينيه بتاعتي وعن طريق المجاري حرف تي اللي موجوده عندي هنا كده في الرسم هبدا احط مسامير، والمسامير تخش جوه المجاري، والمسامير دي تطل للخارج واربط بصواميل الايه؟ الاجزاء بتاعه الشغله اللي موجوده عندي. يبقى نمره واحد عندي العمود القائم اللي هو ده واللي موجود في الشمال، وبعد كده عندي المجاري الافقيه دي اللي محطوط عليها المجرى الراسيه اللي هتتحرك يمين ويسار المجرى الافقيه، والراس القبضه اللي هثبت عليها قلم. عندي بعد كده منضده اللي في الاسفل تحت خالص دي علشان محطوط عليها الايه؟ الصينيه بعمود الحركه الرئيسي اللي هيحرك الصينيه حركه دورانيه. بعد كده عندي الجزء الرسمه الافقيه، والرسمه الافقيه برضو فيها راس قابضه. ليه؟ الراس القبضه اللي هنا والراس القبضه اللي هنا ايوه هيبقى موجود عليها الاقلام اللي بتعمل عمليه الخراطه. يبقى انا هعمل خراطه هنا من اعلى، وهنا هعمل خراطه من الجانب، يعني اعمل بدي داخليه مثلا واعمل بالقلم ده خراطه خارجيه كده. يبقى دي الاقلام بتاعتي كده، يبقى ده انت كده قدرت تعمل عمليه الرسم للاجزاء اللي موجوده عندك على شكل مستطيلات، كل مستطيل بيمثل جزء، وبالتالي نقدر نشوف مع بعض ده الرسم اللي موجود عندك في الكتاب. هو ما يختلفش كتير، يبقى عندك هنا اللي في اليمين واللي في الشمال ده القوائم الرأسية، عندك تحت ده
المنضده، وعندك دي الصينيه، عندك دي الرسمه الراسيه والرسمه الافقيه، والرأس القبضه والرأس القبضه اللي انت هتركب فيهم الاقلام. طب انا دلوقتي بقى عندي مخرطه، المخرطه دي اكيد في حركتين رئيسيتين بيتحركوا في المخرطه. نمره واحد الحركه بتاعت الشغله، وحركه الشغله حركه ايه؟ حركه دورانيه علشان تديني مشغولات اسطوانيه. طيب والحركه الثانيه حركه ايه؟ حركه القلم اللي لازم هيتحرك حركه خطيه، يعني انا عندي حركه التغذيه بتاعتي، يبقى انا في حركتين، حركه دورانيه وحركه التغذيه. طب والحركه الدورانيه وحركه التغذيه يا مستر محمد لازم تكون حركه ثابته؟ يعني ما بتتغيرش، يعني انا لو خدت الحركه الدورانيه اللي موجوده عندي ووديتها للشغله وبقت الشغله بتتحرك حركه دورانيه هتتحرك بسرعه ثابته؟ لا طبعا مش بسرعه ثابته، ده انا لازم كل شغله موجوده عندي الشغله دي حسب نوع المعدن بتاع الشغله وحسب نوع المعدن بتاع قلم القطع لازم اكون بشتغل بسرعه مناسبه ليها. بمعنى ايه؟ ان المشغوله الصلبه قوي الناشفه قوي لازم هتحرك بسرعه بطيئه عشان اقلل الاحتكاك ما بين القلم وما بين الشغله، انما المشغوله اللي الصلابه بتاعتها متوسطه او الطراوه بتاعتها متوسطه لازم هكون بشتغل ايه؟ بشتغل بسرعه متوسطه، انما الماده اللي هيكون او المعدن اللي هيكون من تراوه عاليه او صلابه قليله يبقى انا هستخدم كده ايه؟ هستخدم عمق قطع متوسط، هستخدم سرعه عاليه، اذا انا لازم اغير في السرعات بتاعه الشغله وهغيرها على حسب ايه؟ على حسب نوع الشغله. طب والسرعات تتغير ازاي؟ لازم يبقى عندي مجموعه من التروس والاعمده وانقل ما بين التروس وبعضيها. طبعا خلي بالك من عوامل الامان ان انت لازم وانت بتعمل عمليه النقل ما بين التروس ان لازم تكون المكنه او المخرطه مبطله، ما يكونش في حركه جواها، لان لو حصل حركه وانت بتغير السرعات هتدخل التروس دي في بعض وهيحصل عمليه تاكل ما بين الاسنان وهتتكسر كلها. طب يبقى انا دلوقتي عندي حركتين رئيسيتين، الحركة الأولى وهي حركة الشغلة ودي هتبقى حركة دورانية، إنما الحركة الثانية هتبقى حركة القلم، وحركة القلم هتبقى حركة خطية. طب الكلام ده هنعمله إزاي؟ حركة الشغلة حركة دورانية عن طريق التروس، وبعدين حركة القلم برضه هتكون عن طريق التروس بس هحط معاها جريدة مسننة عشان أحول الحركة الدورانية إلى حركة خطية. تعال نشوف مع بعض كده، نيجي بعد كده ونقول ان انا تعشيق التروس الاداره. تعشيق التروس الاداره دي يا اولاد اللي هي هيكون عندي مجموعه من التروس اللي هتديني في الاخر الحركه الدورانيه للصينيه. بص فوق خالص كده الجزء ده اللي هو الصينيه اللي موجود فيها المجاري حرف تي. المجاري حرف تي دي اللي قلنا هنثبت عليها الشغل، يبقى انا عايز اوصل حركه دورانيه هنا للصينيه. طب ايه كمية التروس دي يا مستر محمد؟ كمية التروس دي كل ما كمية التروس دي بتكبر كل ما بقدر اغير في السرعات. طب احنا هنعمل ايه يا مستر محمد؟ بص معايا كده، انا عندي عمود الحركة الرئيسي اللي موجود تحت ده، ده العمود اللي اسمه عين واحد. عين واحد ده مثبت عليه التروس واحد واثنين وثلاثة، يبقى انا كده العمود عين واحد لما هينقل الحركة للتروس واحد واثنين وثلاثة يبقى هو كده هيديني ثلاث سرعات. هيديني ثلاث ايه؟ سرعات. ازاي؟ ما هو الترس واحد ده ممكن يتعشق مع ستة، خلي بالك ما ينفعش الثلاث تروس دول اللي هو واحد واثنين وثلاثة يتعشقوا مع ستة وخمسة واربعة، ما ينفعش الثلاثة يتعشقوا مع بعض، لا يا اما الترس سين واحد متعشق مع سين ستة، او الترس سين اتنين ده متعشق مع خمسة، او الترس سين تلاتة ده متعشق مع سين اربعة، واحد منهم يكون متعشق. يبقى اذا العمود الرئيسي عين واحد لما الترس واحد هيتعشق مع ستة يبقى كده اداني سرعة، الترس اتنين اتعشق مع خمسة كده يبقى اداني سرعة تانية، الترس سين تلاتة اتعشق مع سين اربعة يبقى كده اداني سرعة تالتة.
يبقى اذا العمود عين 2 ده دلوقتي هقدر اخليه يدور بثلاث سرعات مختلفه. طب العمود عين 2 ده لما هيلف متركب على العمود ده ثلاث تروس في اخره من هنا، يبقى الثلاث تروس دول كل ترس فيهم هيدور كام سرعه؟ هيدور ثلاث سرعات. الترس سين 7 اللي موجود عندي ده ممكن يدور مع العمود عين 2 بنفس السرعه اللي لف بيها 1 مع 6، او بنفس السرعه اللي لف بيها 2 مع 5، او بنفس السرعه اللي ضرب بيها 3 مع 4. يبقى هنا سين 7 هيدور ثلاث سرعات، وسين 8 برضه هيدور ثلاث سرعات، وسين 9 برضه هيدور ثلاث سرعات. يبقى كل واحد من دول هيدور ثلاث سرعات، ويبقى ثلاثه الثلاث سرعات اللي خدتهم من هنا لما اخدهم اوزعهم على الثلاثه اللي هنا يبقى ثلاثه وثلاثه وثلاثه. كده انا غيرت السرعه بتاعه العمود بتاعه المحرك، غيرتها كده لغايه دلوقتي 9 سرعات مختلفه. طب التسع سرعات دول هيجوا منين؟ بعد انا ما العمود عين 2 دار مع 6 او 5 او 4 ممكن اعشق سين 7 مع سين 12، ممكن اعشق سين 8 مع سين 11، ممكن اعشق سين 9 مع سين 12. يبقى انا دلوقتي الثلاث سرعات اللي هنا حولتهم هنا لثلاث سرعات، والثلاث سرعات دول كمان اتحولوا كمان لثلاث سرعات. يبقى ثلاث سرعات ضربتهم في 3 بقوا 9، وبعدين التسعة دول ضربتهم في كمان طلعوا عندي بثلاث سرعات مختلفين. هيبقى انا هيدور معايا عين 1 اللي جاي من العمود، دورت بيه بثلاث سرعات العمود عين 2، دورت 9 سرعات من العمود عين 2 نقلتهم للعمود عين 3. عين 3 ده هياخد التسع سرعات دول ويعمل بيهم ايه؟ يدور بيهم الترس 13، والترس 13 بيدور الترس 14 اللي موجود على العمود عين 4، ويدور معاهم العمود عين 5. العمود عين 5 راكب عليه الترس 15، و15 هيوصل ل 16، يبقى الترس 15 بيخلي الترس 16 ده يدور معاه، يدور العمود عين 6. خلي بالك بقى عين 6 ده متركب عليه كام ترس؟ متركب عليه ترسين. يبقى التسع سرعات اللي انا خدتهم من الاربع اعمده اللي موجودين تحت دول هضربهم في فوق في 2، يبقى عندي 18 سرعه. كده بقى عندي 18 ايه؟ سرعه. ال 18 سرعه دول هيتوصلوا من هنا، طبعا يا اما 17 يتوصل ب 19، يا اما 18 يتوصل ب 20، وبالتالي العمود عين 7 هيدور ويدور معاه العمود عين 8 اللي هيدور الترس المخروطي رقم 23 مع الترس المخروطي 24 اللي هيحول الحركه هنا الافقيه، يحولها كده لحركه دورانيه في العمود الراسي، وبالتالي الصينيه بتاعتي هتبدا تدور حركه ايه؟ دورانيه. مستر محمد احنا كنا هنتوه منك دلوقتي وانت عمال تقول دول يوصلوا لدول ودول يوصلوا لدول، طب ممكن تورينا احنا هنكتب ازاي؟ معايا شوف احنا هنكتب ايه؟ يبقى انا دلوقتي هقول بتنطلق للحركه الى العمود عين 1 من الموتور، العمود عين 1 ده جايله الحركه من الموتور، يبقى هيدور معاه مين؟ هيدور معاه التروس دي 1 او 2 او 3، والتي يمكن ان تعشق مع التروس مين؟ اللي هي 4 و5 و6. يبقى انا عشقت 1 و2 و3 مع 4 و5 وايه؟ ب6، وبذلك يمكن الحصول على ثلاث سرعات للعمود عين 2. يبقى عين 2 دلوقتي بقى بيدور بايه؟ بكام سرعه؟ بثلاث سرعات مختلفه. اكتب له المرحله اللي بعدها واقول له دلوقتي عين 2 ده متثبت عليه الناحيه الثانيه ثلاث تروس منزلقه اللي هي 7 و8 و9، اللي هم الثلاث تروس دول 7 و8 و9، واللي هيدوروا مع العمود عين 2 ثلاث سرعات مختلفه، وبالتالي 7 و8 و9 دول ممكن يتعشقوا مع مين؟ والتي يمكن ان تعشق مع التروس 10 و11 و12 المثبته على العمود عين 2. وبذلك يمكن الحصول على كم سرعه؟ 9 سرعات، 3 سرعات من هنا والثلاثه دول اتعشقوا 3 من هنا، يبقى 3 في 3 بايه؟ ب 9. طيب وبعدين اكتب له ايه؟ واقول له بقى ان الحركه دي هتنتقل الى العمود عين 3 عن طريق التعشيق بتاعي ما بين 7 و8 و9 مع 10 و11 و12، وهيدور يقوم يدور الترس اللي اسمه 13، ف13
فيدور العمود عين أربعة، وعين أربعة يدور معاه الترس فيدور الترس عين خمسة، يبقى العمود عين خمسة هيدور معاها بعديه بالترس عين ستة، والمثبت عليه الترسان 17 وإيه؟ و 18. 17 و 18 اللي بيدوروا مع عين ستة، وبالتالي 17 و 18 هيعملوا إيه؟ 17 و 18 دول هيتعشقوا مع 19 وإيه؟ و 20. وبذلك يبقى أنا هحصل من التسعة اللي تحت، لما التسعة اللي تحت يجوا مرة على التروس 17 مع 19، وبعدين 9 ممكن يتحركوا من 18 ل 20، يبقى انا خدت كده 18 سرعه. طيب انا دلوقتي اديتك الحركه الرئيسيه اللي موجوده على الصينيه، وعرفتك هتنقلها ازاي وازاي قدرت اجيب 18 سرعه. طب انا دلوقتي عايز اجيب حركه خطيه، وتبقى الحركه الخطيه دي عشان القلم يتحرك بيها، احرك الرسمه بتاعتي، ممكن الرسمه الرأسيه او الرسمه الافقيه. تعال نشوف مع بعض هنعمل ايه. عندي الرسمه اللي موجوده هنا، الرسمه اللي موجوده هنا خلاص انا عرفت ان مجموعات التروس دي هتتعشق مع بعض، فانا عندي الرسمه. خلي بالك انا عندي دلوقتي حركه هتيجي من عمود رئيسي عن طريق الترس ده، هيتوصل مع الترس اللي هو اربعه، هيتوصل مع ثلاثه، فالعمود ده هيدور هيدور الترس اتنين مع الترس واحد. طبعا انت اثناء الدوران ده، انا دلوقتي لو العمود واحد ده، بص كده، واحد ده جاي من الموتور، فالترس سين واحد ده اللي بيلف هيدور مع الترس سين اتنين، هيدور العمود ده يدور الترس سين تلاتة، فيدور اربعة ويدور خمسة، كده الحركة بدأت تنزل للترس ستة، هيدور معاك العمود عين تلاتة، يعني هنا انتقلت الحركة من العمود عين واحد للعمود عين اتنين، ونزلت مع التروس دي انتقلت لعين كام؟ عين تلاتة. طب عين تلاتة متثبت عليه كام ترس؟ متثبت عليه تلات تروس، برافو عليكم. يبقى كل ترس من التلات تروس دول هيتعشق مع ترس تاني مع العمود عين اربعة. بص كده معايا، ادي ترس وادي ترس وادي ترس، اللي هم هيبقوا 13 و15 و17، دول هيتعشقوا مع 14 و16 وايه؟ و18. يبقى التلاتة دول لما يتوصلوا مع التلاتة دول هيدوني التلات سرعات، والتلات سرعات دول هيتنقلوا للعمود بتاعي اللي اسمه عين اربعة. عين اربعة التلات تروس دول بيتعشقوا مع التلات تروس اللي موجودين في الاسفل، فهننقل لعين اربعة، وفي تلات تروس تانيين اللي هم 23 و24 و25، لما هيتعشقوا فوق مع 24 او 20 و22، يبقى انا نقلتهم لتلاتة تانيين فوق، يبقى انا عندي تلاتة، والتلاتة دول وصلوا مع تلاتة تانيين، يبقى انا خدت كده 9 سرعات للتغذية. طب الكلام ده هنكتبه ازاي؟ تعال معايا شوف الكلام ده هنكتبه ازاي. هنقول كده تنتقل الحركة من الموتور الى العمود عين واحد، انتقلت من الموتور ده الى العمود عين واحد، اتحرك معايا الترس واحد واثنين، ادي الترس واحد وادي الترس اتنين، ثم الى الترس تلاتة واربعة. اتنين ده لما هيدور هيدور معاه العمود ده، هيدور معاه الترس تلاتة والترس ايه؟ اربعة والترس خمسة. الحركة الرئيسية هنا وصلت للترس خمسة للعمود عين واحد عن طريق القابض ده، اللي انا لو عشقت القابض ده هيوصل الحركة للترس سين ستة. يبقى الخطوة الثانية هقول إن الترس سين ستة في العمود تلاتة لما هيتحرك هينقل الحركة للعمود تلاتة. المثبت عليه التروس المنزلقة، متثبت عليه مين؟ متثبت عليه 13 و15 و17. يبقى أكيد ال 13 و15 و17 والتي يمكن تعشقها مع التروس 14 و16 و18. 14 و16 و18، يبقى انا خدت من الثلاث تروس دول 1 2 3، للثلاث تروس اللي موجودين فوق كمان 3، يبقى انا كده خدت ثلاث سرعات مختلفه. الثلاث تروس التانيين اللي هم 14 و16 و18، اللي هو 1 2 3 14 و16 و18، نقلوا الحركه من العمود عين 3 للعمود عين 4، بقى العمود عين 4 كده واخد ثلاث سرعات. فنكتب ايه تاني؟ حيث يمكن للعمود عين اربعة الدوران تلات ايه؟ سرعات مختلفة. فهيدور لي التروس 19 و21 و23 دول، كل واحد منهم هيدور تلات سرعات،
ودول متثبتين على العمود عين 4، وبننقل من الحركه من الثلاث رؤوس دول اللي هم 19 و21 و23، هنقل الثلاث سرعات بتوعهم لفوق. يبقى الثلاث سرعات دول هينتقلوا هنا لثلاثة تانية، يبقى 3 في 3 ب9. يبقى انا نقلت السرعات بتاعتي للتروس اللي موجودة هنا للعمود عين 5، اللي العمود عين 5 هنا هيدور العمود عين 5 لما يدور يدور معاه التروس المخروطية دي، اللي هتبدأ التروس المخروطية تدور، فتحول الحركة من العمود الأفقي للعمود الرأسي. تحول الحركة من العمود الأفقي، ما وظيفة الترس المخروطي كده، الترس المخروطي بياخد الحركة يحولها لزاوية تانية، ممكن تكون الزاوية دي زاوية قايمة أو تكون زاوية أقل من 90 أو أكبر من 90. يبقى أنا كده خدت الحركة الأفق اللي كانت موجودة على عمود أفقي نقلتها لعمود رأسي. طب والعمود الرأسي متثبت عليه إيه؟ متثبت عليه بريمة حلزونية، وتبدأ التروس الدورانية دي تتحرك، فتحرك لي مين؟ تحرك لي الجريدة المسننة، والجريدة المسننة تبقى كده دورت أو غيرت الحركة الدورانية، نقلتها الحركة الترددية. يبقى إذا الحركة الدورانية اللي كانت جاية من الموتور اللي موجود بره خالص ده انتقلت هنا للرسمة دي، بحيث إنها تتحرك لأعلى أو تتحرك لإيه؟ لأسفل. طب أنا دلوقتي يا مستر محمد بقى عندي حركة للشغلة، وبقى عندي حركة للجزء اللي شايل الألم، الألم اللي ممكن يكون أفقي فيتحرك لفوق وتحت، أو ممكن يكون رأسي فبرضه يتحرك لتحت أو لفوق عشان يعمل الخراطة الداخلية. طب ما تورينا كده، هو ممكن الأقلام أو البنط أو الأجزاء القطعة اللي هركبها على المخرطة ممكن تعمل إيه؟ بص معايا كده، دي شغلة موجودة عندي. لو تلاحظ الشغلة دي والتهشير اللي موجود عليها، إن أنا دي شغلة أكيد عايز أعمل لها خراطة خارجية طولية في الجزء ده، أعمل لها خراطة وجهية في الجزء ده، زائد ان الشغلة هنا متقوبة من الداخل، يعني انا محتاج اجيب بنطة واعمل تقب هنا، وبعدين اجيب اقلام واعمل عملية توسيع للتقب ده. طب تعالى معايا كده نشوف اول خطوة هتكون ايه. انا جايب لك هنا في الجنب الرسمة الاساسية اللي احنا عايزين نوصل لها، وبعدين اقول لك تعالى بص معايا دي شغلة مصمطة، الالم بتاعي هنا اهو، خلي بالك الشغلة اهي موجودة راسية على الصينية علشان هتلف حوالين نفسها، وبعد كده عندي ألم القاطع، ألم القاطع هنا بيعمل خراطة وجهية عشان يعمل تسوية للقورة، تسوية للسطح الأمامي للشغلة، وبعدين بعد ما يعمل عملية التسوية إيه اللي هيحصل؟ هنقل بعدها وأقول إن أنا هعمل خراطة جانبية، واخد بالك إن اللي فاتت الرسمة اللي فاتت كان الألم جاي أفقي، إنما الرسمة اللي موجودة دلوقتي الألم جاي رأسي. وبالتالي بدأت أعمل دلوقتي إيه؟ خراطة جانبية. آجي بعد كده بعد ما عملت الخراطة الجانبية، فأنا محتاج أعمل التوسيع أو أعمل التقب اللي موجود داخل الشغلة. يبقى أنا كده البنطة بتاعتي هتعمل حركة رأسية فتعمل تقب داخلي. طب وبعد ما أعمل التقب الداخلي هبدأ أجيب القلم بتاعي، شوف كده ده قلم خراطة داخلية زي اللي أنت كنت بتستخدمه على المخرطة الأفقية، اللي هي مخرطة الزومبا، بس أنا جبت هنا القلم وخليته في وضع رأسي علشان الشغلة اللي بقت متقوبة عندي وعملت لها عملية التقب بالبنطة يبدأ القلم يعمل عملية توسيع للتقب من الداخل، وهنا القلم هيتحرك حركة رأسية. يبقى أنا عندي دلوقتي القلم بتاعي بيتحرك حركة رأسية عشان يعمل الخراطة الداخلية، وبعد كده بعد ما اعمل خراطة الداخلية واعمل عملية التوسيع الكبيرة، محتاج ان انا اعمل عملية التقب في الجزء الصغير ده. يبقى انا بعد كده هقول ان انا هجيب القلم واعمل عملية التوسيع اللي موجودة عندي دي. يبقى انا دلوقتي عرفت يعني ايه هي المخرطة الرأسية، وسميت بالمخرطة الرأسية لان عمود الحركة الرئيسي عمود رأسي. المخرطة الرأسية انا بستخدمها للمشغولات والمسبوكات كبيرة الحجم يعني أبعادها كبيرة، وكبيرة الوزن يعني تقيلة جدا ممكن تكسر لي عمود الحركة الرئيسي في المخرطة، زائد إن المخرطة الرأسية بقدر أركب فيها أقلام وتبقى موجودة أفقيا أو تبقى موجودة رأسيا عشان تعمل لي عمليات الخراطة المختلفة. عرفت بعد كده إن المخرطة الرأسية فيها حركتين رئيسيتين، الحركة الأساسية الأولى وهي حركة الصينية اللي هتاخد الشغلة وتتحرك معاها في اتجاه معين اللي هو اتجاه الدوران، والحركة الثانية هي حركة التغذية.
وقلنا ان اي مشغوله هقدر اعمل فيها ايه؟ هقدر اعمل فيها خراطه داخليه، خراطه خارجيه. الداخليه ممكن تبقى خراطه طوليه او خراطه وجهيه، هقدر اعمل عليها عمليات تقل، هقدر اعمل عليها عمليات الوصل. اتمنى ان انا اكون قفلت لك ولميت لك كل البيانات بتاعتك اللي انت محتاجها علشان تعمل عمليه الاجابه على اي سؤال موجود عندك، زائد ان احنا لا بعد كده هندرس جزئيه التبريد والتزليق. اذا كنت عايز تعرف كل حاجه عن التبريد والتزليق لازم تنتظرني في الحلقه القادمه. الى ان اراكم على خير باذن الله، اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.